ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فرخص للمسافر إن كان الصيام يجهده أثناء السفر أن يفطر وأن يقضي هذه الأيام بعد إقامته، وهذه رخصة. فيما يتعلق بالصلاة، ما الدليل على أن المسافر له أن يقصر الصلاة؟ وقصر الصلاة إنما يقصد به أداء الصلاة الرباعية ركعتان، تصلي الصلاة الرباعية ركعتين، أما الثلاثية فلا تقصر، وأما الثنائية فتبقى على حالها. معنى ذلك أن الراجح من أقوال أهل العلم أن القصر في السفر للمسافر من الواجبات، فلا يجوز له أن يصلي صلاة مقيم، يعني هي الصلاة التامة، إلا إذا كان في مسجد وسيصلي خلف إمام مقيم، كما سنفصل في هذه المسألة. طيب، ما هي المسافة التي يجوز لي أو يجب علي أثناء السفر أن أصلي صلاة قصر؟ هنجد برضو كذلك في خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة، ورد فيها أقوال كثيرة جدا، لكن الأشهر من هذه الأقوال ثلاثة. قول الأول أن مسافة القصر محددة ب 48 ميل، 48 ميل بما يساوي 85 كيلو، 85 كيلو متر. إن مسألة السفر يترك فيها الأمر إلى عرف الناس فيما يسمى سفرا، فإذا كان قطع مسافة معينة أقل من 85 كيلو مثلا، هذه في عرف الناس أنها سفر، في حين أن تقطع 120 كيلو في عرف الناس أنها ليست بسفر، فيعامل بهذا يعامل بهذا الأمر، ولم تجدوه يخرج عن القول عن القول الأول اللي هي مسافة 85 كيلو أو ما إلى ذلك. لكن الراجح أنه لا ثمة تحديد من الشارع في بيان المسافة التي يجب على المسافر أو يجوز للمسافر أن يقصر الصلاة فيها. من أين يبدأ القصر؟ في بعض الناس وخارج يجيك يقول لك والله أنا الطيارة عندي مثلا الإقلاع مع الساعة مع الساعة السابعة أو السادسة، وأنا سأخرج من البيت مع الساعة الرابعة أو الثالثة، والآن يعني لا أدرك، هيضيع مني الوقت، فماذا أصنع؟ أقصر أم لا أقصر؟ نقول هناك فرق بين الجمع والقصر. لك في حال عدم التمكن، كما سنأتي الآن إلى باب الجمع، في الجمع الصلاة الصلوات، إذا عرضت لك عارضة ولن تتمكن من أداء الصلاة في وقتها، يجوز لك أن تجمعها على حالها ولو في الحضر. أنت الآن خارج للطيارة، هيضوع عليك صلاة العصر، مش هتدركه في الطائرة، يجوز لك أنك أنت تصلي العصر مع الظهر جمع تقديم، بس تصليه كام؟ أربعة بتمامه، لأنك أنت ما زلت في دار أنت ما زلت في دار الإقامة. وضحت هذه؟ طيب، لكن لا يجوز لك أن تبدأ القصر إلا بعدما تغادر بنيان البلد التي أنت فيه. أقول لذلك مثالا، أنت الآن مثلا ستقلع الطائرة مع صلاة بعد صلاة العصر بنصف ساعة، صلاة العصر مثلا عندنا مع الساعة الثالثة الآن و49 دقيقة، كما هو موجود 35 دقيقة، 3:35 دقيقة الأذان، الطائرة ستقلع مع الساعة الرابعة، خلاص يجوز لي أن أؤخر الظهر؟ إذا كنت أنت خارج ولن تتمكن من صلاة الظهر وأخرتها، أو صليت الظهر وستصلي العصر في الطائران، أقول لك انتظر ولا تبدأ في صلاة العصر إلا بعدما. إحنا بنتكلم على الإقلاع، هناك فرق بأنك أنت تكون في المطار وفرق بأنك أنت تكون في الطائرة. أنت ما دمت في المطار فأنت ما زلت في بلد الإقامة، فإن صليت العصر وأنت في المطار تصلي كام؟ أيوة، انتبه إلى هذه. بعض الإخوة بيصلي ركعتين يبدأ، خرج من البيت ولا انا خرجت كده من البيت اللي انا خد الحقائب ودع الاولاد السلام عليكم، ولا يبدا وصل المطار يبدا يقول لك هنا نبدا القصر. لا تبدا القصر الا بمغادره بنيان البلد.
مدة القصر، وهذه كذلك مسألة مهمة. قد تكون هناك فتوى لإنسان، ممكن إنسان يقيم في بلد أكثر من سنة وسنتين وثلاث، كما سيأتي في أدلة واضحة، يقيم في بلد أكثر من سنتين ويصلي صلاة قصر. واحد مسافر يقضي تجارة، ولا مسافر يأتي بشيء، ولا مسافر يبحث عن غائب، ولا مسافر لقضاء مصلحة تقضى اليوم أو غدا، اليوم أو غدا، اليوم أو غدا، ويظل على هذا شهور، فهذا يصلي صلاة مسافر، كما سنبين في هذه المسألة. هي مسألة فيها كلام كثير، حتى يعني المصنف الكتاب ذكر أن فيها 11 قولا في تحديد المدة، مدة القصر، لكن هو يعني اعتمد في بيان المسألة وتوضيحها على أربعة أقوال، على يعني ثلاثة أقوال، أربعة أقوال. القول الأول قال إن نوى الإقامة أكثر من 4 أيام لا يجوز له القصر. إن نوى الإقامة أكثر من 4 أيام لا يجوز له القصر. أنا النهاردة جاي من بلدي إلى هنا من أجل الدراسة. دراسة معروفة، أنا سنة وسنتين فده أكثر من 4 أيام. على هذا القول خلاص، مجرد ما توصل تبدأ تصلي صلاة صلاة مقيم، تبدأ تصلي صلاة مقيم. وهذا مذهب الجمهور، المالكية والشافعية والحنابلة، إلا أن المالكية والشافعية قالوا 4 أيام غير يوم الدخول والخروج، والحنابلة حددوها ب21 صلاة. 21 صلاة. طب 21 صلاة كم يوم؟ 4 أيام وفرض، يعني صح، مش 20 صلاة ب4 أيام. طيب، يبقى المالكية حد قالوا المالكية والشافعية قالوا 4 أيام غير يوم الخروج. أنت خارج في يوم، وصلت البلد في يوم، هذا مش داخلين ليسوا داخلين فيه. يعني فرضا واحد مسافر لمدة 5 أيام أو 6 أيام، يوم ذهاب و4 أيام سيبقى في البلد، ويوم سيرجع فيه، هذه يصلي صلاة قصر، لأن اليوم يوم الذهاب لا يحسب، ويوم الإياب لا يحسب، وهي 4 أيام. هذا قول. القول الثاني، إذا نوى الإقامة 15 يوما لا يقصر، أقل من 15 يوم يقصر. يعني المسافر لبلد هيبقى فيها 14 يوم، عنده 14 يوم يصليهم كلهم قصر، لكن لو 15 أو أكثر، مجرد ما يصل يبدأ يصلي صلاة صلاة مقيم. قول الثالث، أن المسافر له أن يقصر الصلاة أبدا ما لم ينوي إقامة دائمة. يبقى هذا اللي احنا قلناه في البداية، ما لم ينوي إقامة دائمة. قول الثالث اللي هو ما لم ينوي الإقامة الدائمة، أصحاب هذه المذاهب الثلاثة أن المسافر إذا أقام ببلد ولم ينوي الإقامة، ولم يدري متى يخرج ومتى تقضى حاجته، في يعني إذا قضيت حاجته وبقي يصلي صلاة مقيم. إن علم متى تقضى حاجته وأصبحت مدة بالنسبة إليه مدة محددة معروفة، هنا يصلي صلاة يصلي صلاة مقيم. القول الأخير، أن المسافر له أن يقصر 20 يوم بلياليها، ثم يتم بعد ذلك نوى إقامة أو لم ينوي الإقامة. الراجح في هذه المسألة، يقول المصنف، ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا مقيم ومسافر. ما فيش حاجة اسمها مستوطن، لأن هما يعني ذكروا في مسألة الأحكام إذا نوى الاستيطان، يعني إنه أصبح هذا بالنسبة إليه موطنا، ولو من أول يوم خلاص ينوي اللي يصلي صلاة مقيم. يقول، ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله إلا مقيم ومسافر. أما المستوطن في غير بلده فلا يخلو من حالتين. المستوطن في غير بلده زي حالتنا كده، احنا هنا جينا إلى هنا، تبقى في هذه البلد، لا يخرج أمرك عن حالتين. إما أن يكون حط رحله فيه، يعني نزل البلد واستقر به واتخذ مسكنا خاصا به وأثثه وأقام فيه مطمئنا، فهذا مقيم لا يشرع له القصر.
النهارده جيت وخدت شقه واسست الشقه وناوي انك انت تقيم سنوات، مش يوم ولا اثنين ولا ثلاثه، خدت بالك؟ لا اربعه ايام ولا اكثر منها، مجرد ما يدخل البلد ويوصل يبدا يصلي صلاه ايه؟ صلاه مقيم. فهذا مسافر اللي هو يعني اللي في حاله عدم استقرار، فهو مسافر يقصر ما دام كذلك ولو فوق العشرين يوم. فقد يسافر الرجل مثلا من بلدة إلى بلدة أخرى لحاجة يعلم أنها تقضى في شهر، لكن يبيت أسبوعا عند قريب وأسبوع تاني عند قريب تاني وأسبوع عند صديق وأسبوع عند كذا، ففي حالة إيه؟ عدم استقرار، فهذا يقصر هذه المدة، فهذا لا يعتبر مقيما، إنما يطلق عليه اسم الإيه؟ اسم المسافر، فله القصر ما شاء حتى يرجع أو يكون له مكان يستقر فيه بحيث يكون له دار إقامة. وهذا والله أعلم هو القول الراجح في هذه المسألة. السكنة بالمدينة الجامعية هي إقامة وليست سفر. في بعض الشباب يأتي إلى هنا يسكن سنة وسنتين في المدينة الجامعية ويقول لك أنا مسافر، لما ينتقل لك أنا في المدينة الجامعية مش مستقر، لكن لما يجيب الزوجة ويبدأ يأخذ شقة في الخارج يقول لك الآن أنا استقريت، فيبدأ يصلي صلاة مقيم، وهذا خطأ. القصر لا تشترط فيه النية، يعني بداية الصلاة لا يشترط إن أنا أنوي نية إيه؟ نية القصر. النية محل القلب وتصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل يصلي بالمسلمين في مكة وكان يصلي وراه المقيم وصلي وراه المسافر. كل ما كان فعله صلى الله بعدما ينتهي من الصلاة يقول صلي صلاة قصر، يقول أتموا صلاتكم فإن قوم إيه؟ فإن قوم صفر. صلاة المسافر خلف المقيم، صلاة المسافر خلف المقيم. أنت نزلت الآن وأنت في حكم السفر في بلدة ما، دخلت مسجد من المساجد، الإمام مقيم وأنت مسافر، ستصلي خلف الإمام. لا يخلو أمرك عن ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تدرك مع الإمام ثلاث أو أربع ركعات، تدرك مع الإمام كم؟ ثلاث أو أربع ركعات، فيلزمك الإتمام. يعني صليت ثلاث ركعات يلزمك أن تأتي بإيه؟ أن تأتي بركعة رابعة، يبقى بتصلي صلاة مقيم وتصلي صلاة إيه؟ صلاة مسافر. الحالة الثانية أن يدرك مع الإمام ركعة أو ركعتين، يلحق الإمام في الركعة الثالثة أو في الركعة الإيه؟ في الركعة الرابعة. فللعلماء فيه قولان، القول الأول أن يتم أربعا ولا بد، يتم أربع إيه؟ ركعات. يعني جاء مسافر دخل والإمام يصلي الظهر، أدرك معه الركعة الثالثة والرابعة، نقول له بعدما يسلم الإمام قم فصل أنت إيه؟ ركعتين، أتم صلاتك كأنك مقيم. كذلك لو صلى ركعة واحدة يسلم الإمام ويقوم يأتي بثلاث إيه؟ ثلاث ركعات. الحالة الثالثة أن يدرك معه أقل من ركعة، يدرك معه أقل من إيه؟ من ركعة. يعني أدركه في القراءة في الركعة الأولى، أقل من ركعة أدركه في الإيه؟ أدركه في التشهد مثلا. فذهب الحسن والنخعي والزهري وقتادة ومالك رحمهم الله إلى أنه يصلي قصرا خلافا للجمهور. صلاة المقيم خلف المسافر، فتقدم أحد المشايخ فيصلي هو مسافر ونحن خلفه مقيمون، هو يصلي كيف يصلي هو؟ صلي صلاة مسافر ولا صلاة مقيم؟ صلاة مسافر، ونحن نتم بعد سلامه من ركعتين، يصلي صلاته هو وحينما يسلم نقوم نحن فنتم الايه؟ فنتم باقي الصلاة. طيب هل تصلى النوافل في السفر أم لا تصلى؟ النوافل تصلى أم لا تصلى؟ في خمسة أقوال: المنع من صلاة النافلة في السفر مطلقا، لا وتر ولا صبح ولا غيره. الجواز مطلقا، يصلي النوافل القبلية والبعدية، هذا القول الثاني. القول الثالث: جواز مطلق التطوع والمنع من الرواتب. التطوع المطلق يجوز، يعني زي سنة الضحى، زي مثلا سنة الوضوء، التطوع المطلق اللي ملوش سبب، اللي مش مرتبط بالفريضة يجوز، وأما غيره لا. القول الرابع: منع التطوع بالنهار دون الليل، يعني لو كنت هتصلي بالنهار ما تصليش تطوع، لو بالليل تصلي إيه؟ هتصلي التطوع. القول الخامس: منع التطوع بعد الفريضة وجوازه قبلها وفي النوافل المطلقة، وفي النوافل المطلقة، ومذهب البخاري في صحيحه واستظهره الحافظ، وقال فرق بين ما قبلها وما بعدها أن التطوع قبلها لا يظن أنه منها، يبقى يصلي القبلية ولا يصلي البعدية.
والأصل في هذا ثبوت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في الفجر. الأولى النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ كما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على ركعتي الفجر في السفر والوتر من النوافل. وإن صلى الإنسان وأخذ بقول من هذه الأقوال فيجزئه ذلك وليس فيه شيء إن شاء الله.